طيب وبعدين هنعمل ايه مع الطيور؟ مفيش علاج نافع معاهم، الطيور بتروح مننا واحد ورا التاني. انا ما عنديش استعداد اخسر تاني اكتر من كده، بقى مشكله في التنفس توصلهم للشكل ده، مش هيغمض العين الا لما اشوف حل. الطيور عندك بتعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي؟ حلك عندنا مع منتوميكس اللي هيساعد في توسيع الشعب الهوائيه وكمان رفع المناعه، يعني هيزيل الافرازات المخاطيه من القنوات التنفسيه للطائر بتاعك ومن غير اي اعراض جانبيه. من هنا ورايح مع منتوميكس طيورك مش هتشيل همها في مشكله التنفس. عنواننا دمنهور ميدان الساعه شارع اسماعيل الحبروك. منتوميكس رجع للطيور نشاطها.